مكونة من 13 إرهابيا نفذوا عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية. وكشفت شرطة كركوك عن ضبط أكثر من 150 وثيقة مزورة كانت بحوزة الإرهابيين، فضلا عن ضبط كمية من المواد المتفجرة. أعلن اللواء جمال طاهر مدير عام شرطة كركوك خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى المديرية عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية كبيرة مختصة باغتيال المواطنين والشخصيات وتفخيخ العجلات وتفجيرها وزرع العبوات الناسفة وتفجيرها أيضا في المناطق المكتظة بالمواطنين بكركوك. تم القبض على شبكة كبيرة جدا وهي متممة للشبكات الأخرى في داخل مدينة كركوك. هم من جماعة أنصار السنة واللي قاموا بعدة جرائم كبيرة في داخل مدينة كركوك، اللي هي أكثر من تفجير 11 سيارة مفخخة، ومن ضمنها هاي السيارة الكبيرة اللوري اللي انفجرت على بيشمرقة حرس الإقليم في داخل مدينة كركوك، والسيارة الأخرى اللي في شارع الأطلس على المجمع الدوائر في شارع الأطلس، وكذلك على الجبهة التركمانية أو قريب من الجبهة التركمانية هاي، وفي شارع التسعين أيضا، بالإضافة إلى السيارات الأخرى اللي هي كانت في داخل مدينة كركوك، وكذلك أكثر من 6 عبوات في داخل مدينة كركوك، و3 عبوات أيضا على عندما كانوا قوات الشرطة تنقل الموقوفين، أيضا تم تفجير العبوات عليهم. مدير عام شرطة كركوك كشف أيضا عن عدد الإرهابيين ضمن الشبكة المكملة للشبكات الإرهابية الأخرى في كركوك، وكانت بحوزتهم مستمسكات مزورة لإدخال أشخاص آخرين إلى المدينة، منوها إلى أن كل المداهمات التي قامت بها القوات الأمنية في الآونة الأخيرة تمت حسب تعليمات محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة. هم 13 إرهابيين من ضمنهم مثل ما بينا واحد من عندهم كان مسؤول مالي ولا خمينة خبير متفجرات، العدد 13 وطبعا 190 هوية أحوال مدنية مزورة وخاصة ومهيئة للقيام بإدخال الناس. وطبعا مثل ما أشر عميد سرحت، طبعا احنا وعدناكم ومن كان السيد المحافظ موجود، وطبعا كل هاي العمليات ايضا طبعا بعلم السيد المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، وكنا باتصال معه في اي معلومة نعطي للسيد المحافظ. جهود القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها ومسمياتها أصبحت محط إشادة وتقدير مختلف شرائح كركوك لدورها الكبير في تكريس الأمن والاستقرار. هالغورد حسن، فضائية كركوك. في موضوع آخر، جدد رئيس مجلس محافظة كركوك